في قلب سويسرا وعلى ضفة نهر ليمات، في مدينة جميلة تزينها الجبال المغطاة بالثلوج وأسطح المنازل الحمراء الرائعة، يعيش طائر صغير تدعى أولينا، صغيرة الحجم ولطيفة ومفعمة بالفضول والشقاوة. من نافذة العش الصغير الدافئ على كاتدرائية غروسمينستر، نظرت أولينا إلى الخارج لترى المدينة وهي تعج بالنشاط ليلاً ونهاراً. غداً في اليوم الأول من الربيع سوف تغامر وتطير بعيداً لأول مرة. مشاعر الحماس والفضول تملأها. أغلقت أولينا عينيها لتحلم بالمغامرات القادمة. وأخيراً جاء الصباح لتقفز أولينا من فراشها بلهفة ونشاط. قالت ماما أولينا: ارتدي سترتك الجميلة لتبقيك دافئة. وقال بابا أولينو: ارتدي الوشاح فهو يحميك من الريح. قالت أولينا بحماس محركة جناحيها ومستعدة للطيران: وسأرتدي قميصي الأحمر لأنني أحبه. يكبر أطفالنا كل يوم لبناء حياتهم الخاصة، وإن كان ذلك مقلقاً فإعدادهم بالحب والرعاية يمنحنا السعادة والراحة. ومن هنا نشأت زيورخ كيتس كرمز للحب بتصاميم منتقاط بعناية ومعايير جودة عالية. فعندما يتعلق الأمر بأطفالنا فإننا لا نقبل إلا بالأفضل ولا نقبل إلا بزيورخ. يلهم رونق مدينة زيورخ فلسفتنا في التصميم والتزامنا تجاه الجودة والجمال. ولإضفاء لمستنا الخاصة اخترنا الأحرف اللاتينية القديمة ليكون اسمنا المتميز والمتألق زيورخ.